أشار تقرير صادر عن مؤسسة فريدوم هاوس إلى أن باكستان، البحرين وأثيوبيا وأثيوبيا شهدت أكبر حالات تراجع في مستوى الحريات على الإنترنت منذ يناير 2011. وأضاف التقرير أن تونس وليبيا ومصر وجميع الدول التي شهدت ثورات أو تغييرا للأنظمة السياسية أظهرت تحسنا عن السنوات السابقة. يذكر أن التقرير شمل 47 دولة.